السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد في حديث الصحافة. نتابع فيه أبرز عناوين الصحافة المحلية والدولية، ونبحث فيها مع الصحفيين والكتاب والمحللين، ونقرأ أيضا ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والدولية. والبداية من صحيفة الجمهورية. القبض على 3 من عناصر تنظيم القاعدة في تعز كانوا يخططون لعملية اغتيالات. جمال بن عمر: على كافة الأطراف السياسية الالتزام بالبرنامج الزمني للمبادرة الخليجية. باسم دوا: حكومة الوفاق ورثت تركة ثقيلة وأعباء اقتصادية تستوجب انتهاج سياسة التقشف. اللجنة الرئاسية تخلي المواقع المستحدثة في دماج بصعدة من المسلحين. وزير الخارجية التركي: اتخذنا إجراءات حاسمة لمنع أي تهريب للأسلحة إلى اليمن. الخدمة المدنية: سنطالب الموظفين المزدوجين بدفع ما أخذوه من مرتبات. اللجنة العسكرية تقر إجراءات للقضاء على المظاهر المسلحة في أمانة العاصمة. مصدر بشركة مصافي عدن: العمل في المصفاة يسير بشكل طبيعي. صحيفة أخبار اليوم: الحكومة تعمل بمجالس محلية منتهية الصلاحية، ولا نص قانوني يجيز لها التمديد. عضو في لجنة التوفيق يؤكد رفض رئاسة الحوار للفيدرالية من إقليمين ويصفها بالتمهيد للانفصال. الشيخ شبيبة: الحوثي يحكم صعدة بالحديد، ولا مكان لعودة النازحين سوى السجون. صحيفة يمن فوكس: بن مبارك: لا تمديد للحوار ولا تمديد لهادي. إجهاض مخطط إرهابي يستهدف قيادات أمنية وعسكرية وضبط خلية للقاعدة بتعز. سلطنة عمان تقرر سحب جنسيتها من عمر وعلي سالم البيض. العشرات يعلقون مشاركتهم في مؤتمر الحوار احتجاجا على جرائم الحوثيين في دماج. صحيفة المصدر: رئيس نيابة الأموال يحجز قضية الشهيدة المزورة لمدير المؤسسة الاقتصادية ويرفض إحالتها للتحقيق. البرلمان: نائب جديد وأمين عام للمجلس من المشترك وتقاسم في اللجان المتخصصة. صحيفة الأهالي: الرئيس يرفض طلب بن علي. 4 وزراء و4 محافظين ومناطق وألوية وشركة نفط وشركة اتصالات. الناخبي: 380,000 جندي وهمي في الجيش. التحالف بين صالح والحوثي يشكل ثورة مضادة وصارت معلنة، ومهمته الإطاحة بهادي، والآخر اجتثاث الإصلاح وإنقاذ المؤسسات والبلد من ثورة فبراير وإعادتها إلى ما قبل 26 سبتمبر. صحيفة إيلاف: شركات النقل البري تنقل الركاب إلى رحلات الموت المخيفة، ولا رقيب ولا حسيب. القيادي الجنوبي وعضو الحوار الوطني عبد القوي رشاد: محمد علي أحمد صديقي، والقضية الجنوبية ملك لكل أبناء الجنوب، وليس لأحد أن يتحدث باسمها. في المواقع الإلكترونية والإخبارية نستعرض العناوين التالية. الصحوانت: جماعة الإخوان بمصر تحمل سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة المرشد وكافة المحبوسين. اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة. عدن أونلاين: تظاهرة في سقطرى تطالب بإعلان الجزيرة محافظة مستقلة. ولتسليط الضوء على هذه العناوين وغيرها، معنا هنا في الاستوديو رئيس تحرير صحيفة إيلاف اليمنية الزميل والصحفي محمد الخامري. مرحبا بك. في البداية، عناوين الصحف والمواقع الإخبارية سلطت الضوء على الاختلالات الأمنية الحاصلة والتي باتت واضحة ومثيرة للقلق. ألم يأن الأوان ليكون الأمن أولوية عاجلة أولا للحكومة وللرئيس على وجه الخصوص؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. أعتقد بأن الأمن هو كان في أولوية السلم، أو على نستطيع أن نقول منذ تحقيق المبادرة الخليجية
كان الهاجس الأمني هو الهاجس الرئيسي المسيطر على كافة الأطراف السياسية والاقتصادية المعنية سواء اليمنيين أو غير اليمنيين، على اعتبار أننا كنا على مشارف حرب أهلية، وبالتالي كيف نستطيع كبح جماح اليمنيين من الذهاب الحاملين للبنادق ولكافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة بمختلف مسمياتهم وبمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية، وحتى طوائفهم وآفاقهم، سياسيين وقبائل وعسكر وقطع طرق، وكلهم كانوا يحملون ويدهم على الزناد. كانت المبادرة الخليجية هدفها الرئيسي هو إيقاف إطلاق الزناد وكبح جماح الانفلات الأمني الذي كان حاصل في عام 2011. نعم، لكن للأسف الشديد هناك تماهي وضعف شديد في الأجهزة، تركيبة الحكم بشكل عام، وفي تركيبة الحكومة اليمنية بشكل أخص، وفي تركيبة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها، على اعتبار أيضا أن حكومة الوفاق الوطني والتوافق الوطني أيضا يساهم في، يعني بعقليتنا نحن اليمنيين الذين يمنن كل شيء، الوفاق الوطني أصبح مساهمة فعالة في انحدار الحالة الأمنية إلى ما وصلنا إليه اليوم، وربما سنصل غدا إلى أكثر ما هو اليوم. كيف ذلك؟ نعم، كيف ذلك؟ على اعتبار أن الوفاق الوطني نفهمه نحن أو فهمه السياسيين القائمين على الأحزاب والموقعين على المبادرة الخليجية إلا من رحم الله، على أنه اترك لي هذه وأترك لك هذه، يعني محاصصة، هي محاصصة. تشكيل الحكومة كان محاصصة، تشكيل الآن المشكلة الأكبر الآن أنه الأجهزة الأمنية والجيش والقوات المسلحة أيضا دخلت ضمن المحاصصة، وهذا طبعا هذه هي مشكلة يعني منذ ما بعد 62، لكن لازلنا الآن نكرسها. يفترض بنا الآن إرادة سياسية قوية تكون موجودة لنحيد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة عن المحاصصة السياسية أو عن أي ولاء سياسي، سواء كان لشخص أو كان لحزب أو كان لفئة أو كان لقبيلة. طيب من يقف وراء هذه الاختلالات الأمنية؟ من يقف وراء؟ لا نستطيع أن نشير، لا نستطيع أن نشير. أنا دائما يعني كتبت أكثر من مرة بأني انتقدت بعض الوزراء الذين خرجوا وأعلنوا تصريحات ليس لهم عليها أي مستمسك أو وثيقة أو دليل. عندما يطلع وزير بحجم وزير الدفاع المسيطر على القوات المسلحة في اليمن ويقول نحن نعرف من يقف وراء الاختلالات الأمنية، ثم من يا وزير الدفاع لا يستطيع أن يأتي باسم ولا يستطيع أن يقول لنا محبوس في الجهة الفلانية ولا يقبض عليه، إذن أنت الآن يعني تدغدغ عواطف المواطنين، تدغدغ عواطف المواطنين بشيء غير حقيقي، أو أنك بالفعل تعرفه لكن الوفاق الوطني المسيطر عليك يمنعك من أنك تقول من هو هذا الشخص أو من الذي يقف وراءه. إذن الوفاق الوطني أيضا يحول دون الإفصاح أو دون كبح جماح الاختلالات الأمنية الذي نسير فيه للأسف إلى انحدار يوميا. يعني باعتقادك أن التركيبة الحاصلة الآن في الحكومة هي لها ضلع في هذه الاختلالات، ضلع كبير، لكن نعم. مثلا ضعف وزارة الداخلية هي طبعا من 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 الاختلالات الموجودة في الحكومة. طيب هناك مثلا عنوان بارز في مأرب بريس وكذلك في يمن فوكس عن إحباط عمل إرهابي لاغتيال قيادة أمنية وسياسية في محافظة تعز، بين قوسين محافظة تعز. الحاصل في محافظة تعز هناك قوى أو تصارع قوى تريد إغراق محافظة تعز والانتقام منها بالسلاح والمخدرات وكل شيء، قوى نوع من الانتقام لما كان لها دور في عام 2011. نعم، وهناك قوى أخرى أعتقد بأنها متيقظة لهذا المخطط وتحاول إفشاله بشتى الطرق، يتزعمها، هذا اعتقاد الشخصي، يتزعمها الأخ المحافظ شوقي القاضي، شوقي هايل سعيد، وبعض القيادات في المحافظة موجودين، قيادة أمنية وقيادة أيضا في القوات المسلحة والجيش وقيادات سياسية أيضا عندهم رغبة وإرادة للتصدي لهذا المخطط الإجرامي الذي يراد لتعز. الكشف المستمر لتهريب أسلحة والمخدرات والأشياء، أنا أعتقد بأن المسؤولين الجدد الذين مسكوا محافظة تعز أو الذين تم تعيينهم في محافظة تعز وليس لهم أي علاقة بالنظام السابق لا يعرفون ما هو المخطط أو كيف كانت تسير تهريب هذه الأشياء المافيا. نعم، وبالتالي هم الآن يعملون جادين على كل ما حصلوا مسكوها يعني. وكأنهم يعملوا من الصفر. نعم، لم يكن لكن من أول كان أي إنسان يذهب إلى تعز لابد أن يكون مرضي عنه ويكون عنده استطلاع بالخاملة واستطلاع من السيارة اللي تمشي ومن الذي يهرب ومن الذي يعمل والذي، وهناك أيضا كانت تقسم حصص وكانت ننتقل إلى محور آخر وهو الحوار الوطني، مخرجات الحوار الوطني. أليست بحاجة
تلك المخرجات إلى وقفة جادة من جميع وكافة شركاء العمل السياسي وشركاء الوطن لتحويلها لواقع ملموس للمضي نحو معالجتها بطريقة صادقة وجادة حتى يتمكن اليمنيون من رؤية يعني المستقبل اليمن الجديد. نعم، إذا صلحت النيات صلحت المخرجات، هذه مخرجات الحوار. نعم، نحن للأسف الشديد هناك العديد من القوى السياسية والقادة، قادة القوات قادة القيادة السياسية في الحوار، المشاركين في الحوار أيضا بدون ذكر أسماء، أتوا إلى الحوار بمشاريع شخصية صغيرة تستطيع يعني أن تصفها بأنها تفتيتية لليمن. مشاريع صغيرة وليس مشروع بحجم اليمن بشكل عام. اليمن كبير جغرافية ومساحة وسكانا ونطاق جغرافي وموقع عالمي، واليمن كبير. نعم، لكن هناك من لا تأبى نفسه إلا أن يقزم هذا اليمن وأن يحشر مشروعه الصغير. يقزم لمن؟ يعني خدمة لخدمة مشروعه الصغير، لمشروعه الصغير. للأسف الشديد أيضا المبادرة الخليجية كبحت جماح رئيس الجمهورية وبعض القائمين على المبادرة في أنهم يتصدون لهذه الشخصيات. لماذا نحن في وفاق؟ نحن في مرحلة انتقالية، لابد أن نتوافق على كل شيء، لابد أن نخرج إلى من هذا النفق الموجودين فيه الآن. لكن هناك من يستغل هذا المناخ وهذه الفترة وهذا التماهي السياسي والأمني الذي تعيشه اليمن لصالح مشروعه الشخصي في السلطة والثروة، وليس في خدمة اليمن ولا خدمة شطر من اليمن، ولكن في الوصول أو العودة إلى السلطة في مقابل السلطة والثروة فقط. أليس حريبي وسائل الإعلام بمنظمات المجتمع المدني بغيرها من الجهات أن تفضح تلك المشاريع الصغيرة التي تحاول تقزيم اليمن وقوقعة التي اليمنيين ينظرون إلى الحوار كمخرج يعني مشكلاتهم. للأسف الشديد نحن في اليمن تفرقنا شيعا وأحزابا. عندما تتحدث عن سلبية كبيرة مثلا في صعدة، مباشرة الحوثي يقول بأنك أنت الآن ضد الحوثي لأنه هو يعتبر بأنه هو المسيطر على صعدة، وصعدة هذه من حقوقه الشخصي وهي ملكه. عندما تتحدث عن سلبية في عدن أو في هذا، من أنت عندما تتحدث عن عدن؟ عدن هذه ملك الحراك وملك العدنيين وملك الجنوبيين وملك مدر من. عندما تتحدث عن سلبية شخص معين ينتمي إلى الإصلاح، ينتمي إلى المؤتمر، ينتمي إلى الاشتراكي، يهاجمه مباشرة بأنك أنت مدفوع من فلان أو من علان. أصبحنا مفرقين مفكفكين، لم نستطع أن نخدم بلدنا، لم نعد نعرف كيف نخدم الوطن. نعم، لأنك عندما تكتب، أنا ككاتب مقالات، عندما أكتب مقال تصور كأنني أمر في حقل الألغام. عندما أكتب بعض الأحيان فقرة معينة، مباشرة يتبادر إلى ذهني بأن الشخص الفلاني رئيس الحزب الفلاني من الجهة الفلانية. نعم، من فبعض الأحيان يصنف مقالي على أنه ضد الكل تماما. بعض الأحيان يتصل لي شخص معين يقول لك أنت ذكرت كذا 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 في مقالك وهذا غلط لأنه كذا كذا كذا. طيب أنا ما قصدتك أنت ولا قصدت حزبك، أنا قصدت سلبية معينة. يعني بات الناس في حساسية مفرطة من الإعلام، من المقالة الصحفية، من الخبر الصحفي. لا، وإضافة إلى أنهم صنفوا اليمن وقسموا اليمن على أهواءهم سياسيا وعسكريا وجغرافيا واقتصاديا وكل شيء، حتى البشر. يمكن بعد 5 سنوات نكون إنه القرية الفلانية هي تبع فلان والمدينة الفلانية تبع فلان. بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى ذلك إن شاء الله. في عنوان بارز في صدر الصفحة الأولى من صحيفة الأهلي الأسبوعية يتحدث عن مخطط للإطاحة بالرئيس هادي. هذا مخطط يتحالف فيه صالح والحوثيين لتشكيل ثورة مضادة تستهدف العودة بالبلاد، ليس إلى ما قبل 2011 بل إلى ما بعد 2011 بل إلى ما بعد ما قبل 1962. نعم، إلى ما قبل. للأسف الشديد أنا ربما أعتبر أنه مثل هذا الخبر الذي يعني فيه نوع من المبالغة أيضا من ضمن المناكفات السياسية الموجودة. علي عبد الله صالح لا أحد ينكر بأنه له باع سياسي كبير، 33 سنة في السلطة، وله نفوذ، له نفوذ، له أموال، له كل شيء. لكن أقصد أنا كعقلية علي عبد الله صالح أصبح يحسبها بالسانتي وبالملي، يعرف أين يمكن أن يضع بيضه، يعرف أنه لا يمكن في يوم من الأيام أن يعود إلى الحكم. لا يريد إفشال هادي من وجهة نظري، لأنه يعرف أن هادي ضعيف أصلا وهو فاشل إلى الآن في إدارة الدولة حقيقية، إخراج اليمن كحقيقة إلى الآن. علي عبد الله صالح يعتبر أن هادي فاشل
ولم يستطع أن يحقق أي إنجاز، فإذا قمت أنا بقضي وقضيضي وقلت سأسقط هذه، معنى ذلك أنني أنا من أعقته وهو كان ناجح. هكذا يفكر علي عبد الله صالح، وأعتقد من خلال العديد من التحليلات التي تنشر في وسائله الإعلامية تقول هذا الشيء، بأنه دعوه يعمل لأنه هو لا يستطيع أن يعمل في ظل القاعدة والحراك الجنوبي والحوثيين والاختلاف السياسي الموجود حتى في إطار اللقاء المشترك والحوار والمشاكل الداخلية والمشاكل الأمنية. لا يستطيع عبد الرب منصور هذه أن يحكم في ظل هذه المتناقضات، بالتالي لا نتدخل حتى لا يقال بأننا أعقنا. يعني مثلا هل يعني استحالة يستحالة وجود مثل هكذا فرضية؟ يعني احتمال أن الرجل يعني تنسيق موجود، تنسيق ما بين الحوثيين والانتشاء، حس بانتشاء بمحاذاة الحدث المصري. ربما هو ربما، لكني لا أعتقد بأن علي عبد الله صالح وعقلية علي عبد الله صالح تجعله يفكر بأنه هو شخصيا أو أحد أسرته من يتصدى لهذا الشيء. قد يفكر بآخرين، قد يدعم آخرين، أنا أقول لك نعم. ثانيا العلاقة الحميمية التي هي حاصلة الآن ما بين صالح والحوثيين أعداء الأمس، يعني ليس أصدقاء بل أحباء اليوم، يعني ما سر هذا؟ يعني علي عبد الله صالح قالها زمان في الإخوان أو في الإصلاح ويقولها اليوم، ربما يقولها غدا قصدي في الحوثيين، بأنه هو يلعب على الكروت. هذا كروت، وهي كروت، ويتخذ كل شخص وكل تيار وكل حزب كرت ويعتبرها كروت. واعتقد هي هذه الكلمه هي التي فاصله ما بينه وبين التجمع من الاصلاح الذي كان يحكم معه في السابق، او كان على الاقل مساير له منذ نشاه الحركه الاسلاميه في اليمن، او منذ مجيء علي عبد الله صالح الى الحكم. بالنسبه للحوثيين ايضا يعتقدون بانهم يستطيعون تمرير ما يريدونهم عبر علي عبد الله صالح، دعمه ونفوذه وامواله وسياسته ورجاله الموجودين في القوات المسلحه وفي الاجهزه الامنيه وفي الجهاز المدني للدوله وفي كل مكان. هل مثلا هناك مباحثات لتغييرات في هيئه رئاسه مجلس النواب؟ هل هذه ستكون يعني السفينه التي يمكن ان البرلمان اليمني باقي له تقريبا 3 سنوات ثم يدخل ضمن اليونسكو كمدينة التراث أو كمدينة التراث سعد جنيتس؟ لا لا، اليونسكو ستحافظ عليه كتراث عالمي زي جديد وصنعاء، وهذا سيدخل ضمن إطارها. يعني البرلمان أعتقد بأنه حان دور مناقشة أن يكون ينحى البرلمان وأن تكون المبادرة الخليجية هي التشريعية أو التشريع الذي نمشي عليه إلى أن يتم إلى انتهاء الفترة الانتقالية في فبراير 2014 وهي قريبة، أو هذا البرلمان نفسه هو الذي يعني كان باقي 6 أشهر وخمسة أشهر، إيش بيغير المشترك ولا أي شخص في آخر؟ هذا حتى ولو جابوا يعني شخصيات السياسية البارزة أيضا لا يستطيعون أن يعملوا عمل شيء ما دامت الحاكمية الآن هي المبادرة وليست التشريعات اللي يقرها البرلمان. طبعا كنا نريد أن نتحدث لكن الوقت يداهم، كنا نتحدث عن تقطعات الغاز التي على مأرب في نص دقيقة. يعني هناك يعني يريدون تعطيل مصالح الناس التي تمس حياتهم اليومية، كهرباء، غاز، بترول. نعم، أنا أعتقد أيضا ربما هذه لها شقين، شق سياسي يدعمها الثورة المضادة أيا كان وراءها وهي معروفون، وهناك شق أيضا يعني استغلال هؤلاء الناس سواء كانوا قبائل أو قطاع طرق أصلا هم للتماهي الأمني وترهل الدولة، وبالتالي المطالبة بمطالب غير مشروعة واتخذ هذه الأساليب لإفراج عن وعدم ردعهم وعدم ردعهم من قبل الدولة أخرى. لأنهم الأستاذ والمحلل السياسي رئيس تحرير صحيفة إلاف الزميل عبد الخابري، شكرا جزيلا لك في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في الفيسبوك حديث الصحافة، ومتابعة حلقات البرنامج على الصفحة ذاتها وعلى موقع القناة على الانترنت swahili.net، وعلى صفحات القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله. شكرا لك.